أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدئ المحاضرة العاشرة في السيكولوجي، وهي خاصة بالديفلوبمنتال سيكولوجي، وهنكمل فيها المراحل الثلاث اللي هو مرحلة المراهقة والبلوغ والكهولة. فهناخد خصائص ومشاكل المراهقين والبالغين وكبار السن. فنتوقع الله ونبتدئ بالأدوليسنس. الأدوليسنس اللي هم الأدوليسنس اللي هي المراهقة، ودي بنعتبرها من سن 12 ل 18 عام. في بعض البلدان بيعتبر المراهقة بتمتد لسن 20 سنة. فنبتدي نقول أول الأدوليسنس، مرحلة المراهقة، كاركترايز باي، يعني بتتميز بإيه؟ بتتميز بأربع حاجات. أول حاجة فيزيكال أند منتال ماتيوريتي، اللي هي النضج البدني والذهني. ولما بنقول النضج البدني فنحن نعني مقدرة الإنجاب، اللي هو ان واحد ممكن يعني ينجب، يتجوز وينجب. اما المنتال ماتوريتي فنعني بها المسؤولية الجنائية. فانتوا عارفين ان الشخص دون سن 18 سنة بيعامل يعني غير مسؤول تماما عن افعاله، بياخد عقاب بس يتبع للاحداث، لكن المسؤولية الكاملة بتبتدي عن سن 18. تاني خاصية المراهقة اللي هو الاندبندنسي، اللي هو الاعتمادية المطلقة. ثالث خاصية الانترست ان اوبوزيت سكس، ان قلنا في الطفولة الولاد بيحبوا يلعبوا مع الولاد والبنات مع البنات، يعني كل جنس مرتبط بنفس النوع. انما في المراهقين لا، بيبتدي بقى الولد يحب البنت والبنت تحب الولد، يعني انترست ان اوبوزيت سكس، بسبب طبعا التغيرات في الهرمونات اللي حصل. الرابع واخر حاجه انه في المراهقه بيبقى concerned with philosophy and meaning of life، يعني بيبقى عباره عن في بيتنا فيلسوف صغير مرتبط، عنده فلسفه خاصه بيه ورؤيه خاصه للحياه. طبعا ده بيؤدي الى يا اما الى شطحات دينيه او شطحات الحاديه، وطبعا بيتعدى الامر بعد كده. يبقى دي خصائص المراهقه. انتقل للنقطه الثانيه اللي هي الاسبيكتس اوف ديفلوبمنت اور ماتوريشن، اللي هي جوانب التطور في المراهقه، اللي هي تعني النضج، وهي خمسه. نبتدي اول حاجه الفسيولوجيك، وبنعني بها البلوغ البيوبرتي. الميلز بيبلغوا عند سن من 11 ل 13 ونص سنه، الفيميلز اكبر سنه، يعني بدل 11 يبقى 12، وبدل 13 ونص يبقى 14 ونص. يعني البلوغ بيحدث في الولاد قبل البنات بسنه، هنا 11 ل 13 ونص، هنا 12 ل 14 ونص. تقل تاني حاجه في الاوجه الخمسه للنضج، بعد ما اتكلمنا عن الفسيولوجيكال ناخد الفيزيكال، انه فجاه الطفل الصغير او الطفله الصغيره بقى ما شاء الله، يعني راجل في قوام راجل او في قوام امراه، يبقى بياخد الادل بروبورشنز، اللي هو بيبقى في قوام الشخص البالغ. طب وافرض ما حصلش ده، اف نوت، يعني لقى اقرانه، يعني الطفل شاهد اقرانه ان هم كبروا وهو لسه ما لم يمل، ان مش كل الناس بيتموا بنفس المعدل، فده قد يتسبب في سايكولوجيكال بروبلم. يبقى خدنا النمو الفسيولوجي ونعني به البلوغ، وخدنا النمو البدني ان هو وصل ادل دايمنشن. نيجي بقى المنتال اللي هو النمو الذهني او العقلي. انا عايزك يعني تفكروا معانا، نتخيل المراهق. هنا هناخد سبع نقاط. اول حاجه في يعني بالنسبه للمراهقين،
الابيليتي تو سولف ديفيكلت منتال تاسك، يعني مقدرتهم على حل المعضلات العقليه الرياضيه. يعني بنلاحظ ان المراهق ساعات الواحد يعني يقول له تعالى بس شوف لي الحسبه دي مظبوطه ولا لا، وبنلاقي مثلا في الفوازير هما الاقدر على حلها. يبقى عندهم ability to solve difficult mental task، دي اول حاجه. تاني حاجه intellectual abilities reach the peak with lack of experience، ودي اتكلمنا عليها في الانتليجنس وبعدها تاني، انه الاقصى ذكاء يصل الانسان، افتح ودنك معايا، عند سن 18 اللي هي بنهايه المراهقه البيك. ولكن طبعا ما فيش اكسبيرينس، وشبهتها في محاضره الانتليجنس انه لو اعتبرت عقلك ده كمبيوتر، فاقصى سعه للكمبيوتر وعليه اقصى ذكاء بيتحدد عند سن 18. بس كانك عندك كمبيوتر سعته وصلت الماكسيمم، بس ما فيهوش سوفت وير، فيش اي برامج اللي هي بتعني هنا التجارب والاكسبيرينس. فهو الانتلكشوال ابيليتيز نقطه مهمه جدا، ريتش البيك، الابيليتيز بتوصل البيك، ده سؤال ام اس كيو، لكن ما فيش اكسبيرينس. طيب نمره 3، في انكريس في النوليدج، في المعلومات والاكسبيرينس، الخبرات والجادجمنت والحكم على الامور بيحدث كل سنه. طبعا المراهق من صفات المراهقه ان هو بيحب يحصل على معلومات وخبرات، يعني شغوف بالمعرفه. نمره 4، interest in exploring and manipulation، رغبه الاكتشاف والتعامل باليد. ودي بنلاحظها كلنا، لو حضرتك احضرت كمبيوتر او سمارت فون او جهاز تي في او اي شيء، مين اول واحد يتجه للبوكس للصندوق وعاوز يفتحه وعاوز يركب الحاجه وعاوز يتعرف على الجهاز الجديد ده؟ المراهق عندهم رغبه في الاكسبلوريشن، التعرف والمانيبيليشن، التعامل باليد. نمره 5، عندهم سيلف بيرسبشن وايدياز وفاليوز، قيم، فاليوز، ايدياز، افكار، ادراكات خاصة بيهم. سيلف هنا يعني خاص، بمعنى بنشوفها كتير جدا. ليه بنقول خاصة؟ ان ساعات تلاقي مثلا مراهق تدين بصورة يعني مزاد فيها، لدرجة انه ابتدى، مع ان اسرته ناس يعني الاسرة ناس طيبون جدا، ابتدى يكفر افراد الاسرة وانه مش عاجبه تصرفاته، وايفن يقوم بتكفير المجتمع. ليه؟ لان عنده قيم خاصة، سيلف فاليوز وايدياز وبرسبشن. نمرة 6، unrealistic hopes and ambitious life، يعني أحلام غير واقعية وأمال، hopes أمال غير واقعية، وambitious life وحياة طموحة. فبتلاقي عندهم excessive daydreams، أحلام اليقظة كتيرة قوي، وsex fantasies، يعني اللي هي في حاجات متعلقة بالمشاعر والحب والجنس، بتبقى زايده جدا. فبتبص تلاقي مثلا اللي نمسك بالنسبه للانريالستيك هوبس، ان في سن المراهقه بتلاقي كثير من المراهقين بيتصور ان هو هيبقى زعيم ديني او زعيم سياسي او زعيم عسكري، وطبعا دي كلها الزعامه السياسيه والدينيه والعسكريه دي حاجه واحده بس، مش كل المراهقين هيبقوا هيصلوا لهذا الوضع، لكن عندهم هذه الخيالات ودي دريمز، عايش في امال وطموحات، شيء جميل بس مبالغ فيه. طيب نمره 7 الاخيره، نيو سبيشال ابيليتيز اند انترست، يعني عنده مقدرات خاصه جديده واهتمامات خاصه. واحد يقول لي طب دينا مثال هنا، يعني ديفنتلي في بعض المراهقين بقى بنبص لايه، تفوق كلاعب في كره القدم في الاشبال او في كره السله او في غيرها، يبقى في نيو سبيشال ابيليتيز بتحدث في هذا السن. دول السبع حاجات اللي بتحدث منتري. طب تعال نشوف بقى ايه الرول بتاع البيرنتس والرول بتاع السكولز. البيرنتس لازم الاباء يعدوا الادوليسنس، بريبير الادوليسنس للهرمونال تشينجز، للتغيرات الهرمونيه اللي هتحدث. بمعنى تعال نشوف، يعني المفروض مثلا الام ما تستناش تقول لبنتها ان هيحصل حاجه اسمها المينارك، اللي هي الفيرست منسترال
سايكل، ان فجأة البنت اللي ابتدى جسمها يتدور وثديها يكبر فجأة هتلاحظ بليدنج، فلازم الأم تعد الطفلة لهذا الموقف، والأب يعد يعني ابنه لأنه هيحصل له بعد الانتصاب هيحصل إجاكيليش، يبقى يفهمه. لازم يبقوا الآباء مور أفيلابل، يعني في موجودين يعني جنب أبنائهم. لكن في ثلاث حاجات لازم ما يعملوهاش الآباء: not to be very close، يعني ما يقربش قوي، لأن دي حاجة ساعات بتبقى مهينة للمراهق. يعني عارف بلاقي بعض الآباء مثلا يصروا أنه هو يوصلوا المراهق لحد باب المدرسة، ده غلط، لأنه بيحس بالخجل أنه هو طفل بينما زملاته جايين هم لوحديهم. فأنت عاوز حتى توصل المراهق، وصله لأقرب نقطة بس بعيد شوية، بحيث ما حدش ياخد باله أنك وصلته. يبقى not to be very close. Not advising all times. بعض الآباء في أثناء المراهقة بيغلطوا الغلطة دي طول النهار، نصح نصح نصح، في الآخر هذا النصح الدائم بيفقد فعاليته. لازم تديله فرصة هو يفكر بنفسه، تنصحه في الحاجات المهمة فقط، إنما تديله فرصة هو لأخذ القرار بنفسه. Not using them، ودي سخيفة جدا، to fulfill his own ambitions، يعني استخدام المراهقين في تحقيق الطموحات الخاصة. يعني أب فشل في أنه يعمل حاجة معينة، أنه يعني يتقلد وظيفة معينة، أنه يبقى مثلا مهندس خلاص، فنفسه ابنه يطلع مهندس مع أنه ما عندوش هذه المقدرة، فعاوز اللي ما حققوش في ذاته يحققه في ابنه. فطبعا يحط حمل وثقل على ابنه هو غير مستعد ليه. فمفروض في ثلاث حاجات ما يعملهاش الأباء. في البداية اللي بيحدد تصرفاته اللي هو الـ external restrictions، الثواب والعقاب، الحاجة اللي يثاب عليها تبقى صح، اللي يعاقب عليها تبقى خطأ. ثم انتقل لمرحلة الضمير. في المراهق اللي بيحدد الصواب والخطأ هو ضميره أساسا، يبقى دي أول تغير مهم في emotional and social. نمرة اتنين، بيبقى في emotional outbursts، يعني في هذه الحالة بيحصل انفجارات انفعالية. يعني ممكن الطفل وأسف المراهق تلاقي فجأة زعق زيادة قوي بطريقة مبالغ فيها بالنسبة مقارنة بشخص كبير. نبقى واخدين بالنا من هذه الكلمة، لا بقى نلومه ونبهدله والآباء يبهدلوه، ازاي بتزعق كده وازاي بتعمل كده. يبقى فاهمين جزء من المراهقة هي هذه الانفجارات الانفعالية. بالعكس قول له اهدى يا ابني، يحتضنه، يطبطب عليه، يهديه، لأنه فاهم. وده أهمية الديفلوبمنتال سايكولوجي، احنا نفهم الكلام ده، وبعدين نفهم ان الايموشنال انرجي دي اللي عنده ممكن تبقى كرياتيف. يعني الاولاد المراهقين دول ممكن جدا يشاركوا في مجموعات من المعاونه، في تنظيف الشوارع، في 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 في, في اغاثه الناس التعبانه، في في مساعده المرضى، في عندهم انرجي، يبقى نستغلها تكون بصوره كرياتيف. انا فاكر النهارده كنت صبح في احتفاليه كده، وبعد ما خلصت الاحتفالية الراجل اللي هو المتكلم طلب، قال عاوزين بعض الناس بس يعاونونا في إعادة تنظيم المقاعد والمكان اللي طبعا اتلخبط وإحنا قاعدين وأكل وشرب. مين اللي انبرى لذلك؟ اللي انبرى إلى ذلك هم المراهقون، لأن عندهم طاقة. فنبقى فاهمين صحيح عندهم انفجارات انفعالية، لكن عندهم طاقة يمكن استغلالها. نمرة ثلاثة، في التغيرات العاطفية والاجتماعية، الاندبندنسي اللي هو الاستقلالية من البيرنتس تماما. بس خد بالك بقى، هنا دي نقطة مهمة في الام اس كيو. النيجاتيفيزم اللي هو فعل العكس، بينما كان في الأطفال شيء كويس، فعل العكس بيدل ان هو عاوز يثبت ان هو مختلف وليس امتداد لوالديه. انما هنا النيجاتيفيزم في المراهقين، دي سؤال ام اس كيو، is a sign of insecurity، تدل على عدم الأمان. طيب نيجي نمرة أربعة وخمسة وستة، هناخد العلاقة بالآخرين. يبقى أول ثلاثة، بعدين ثلاثة اللي بعديهم نجمعهم مع بعض، هدي نعملهم لك في خط واحد أهو، أوريه لك. العلاقة بالآخرين، relation swings، اللي هي عبارة عن تأرجح العلاقات من excessive belongings، من انتماء قوي إلى withdrawal، انفصام تام. ودي بنلاحظها، إن بنلاحظ إنه يعني نلاحظ اثنين من المراهقين في صداقة عميقة جدا، excessive belonging، طول النهار مع بعض، ما بيسيبوش بعض، السنة اللي بعديها
مش ما يعرفوش بعض خالص، كل واحد دي صديق اخر، يبقى حصل ويزدروال. دي مش موجوده في الكبار. في الكبار في ثبات في الصداقات، انما في المراهقين في ريليشن سوينجز. طيب لو في سيربلس انرجي يعني طاقه زائده سيرفز اذرز، يعني بيستخدموها في 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 خدمه الاخرين، ساعات توصل في الحاله المرضيه بتاعتها اللي هي الجانج فورميشن، من كتر ما عنده طاقه يشترك في العصابات. تاني حاجه هناخدها في ريليشنز ويز ادلت، ممكن بالعكس ريليشن ويز ادلت تبقى سنسيتيف، يعني حساسه جدا، مال استيميشن سوء تقدير او مس جادجمنت سوء الحكم. من خصائص المراهقين انه بيشوف يا ابيض يا اسود، يا ملاك يا شطار. الحاجه مش كده، ان الكل في اللون الرمادي هو اللون الاغلب، كل واحد فيه الخير وفيه الشر، مفيش شخص حسن جدا او شخص سيء جدا. وانا فاكر كنت بدي محاضرات في الماريج كونسلنج، في اللي هو الناس اللي بتساعد الناس اللي هم متجوزين اللي في ما بينهم مشاكل حتى لا ينفصلوا، فكنت اقول لهم معلومه مهمه جدا، ان لما تلاقوا اي مشكله بين زوجين لا يوجد ملاك وشطار، ما فيش كده، هتلاقوا الاثنين مخطئين بدرجات متفاوته، في خطا في الاثنين. لكن من خصائص المراهقين ان هم بيبقوا عندهم مال استيميشن ومس جادجمنت، عدم تقدير وعدم حكم، بيبقوا فيري سنسيف. طب ثالث حاجه بناخدها في العلاقات الاتاتشمنت تو ان ادلت، ممكن تاخد شكل هيرو وورشيب، يعني بيبقى يعني ايه هيرو وورشيب؟ عاوزين حتى نكملها، الكلمه مش موجوده، يعني بيتصور ان شخص ما بيشوفه بقى انه ده مثل قدوه، انه لا ياتيه الخطا، ما بيغلطش، عنده مقدرات رهيبه، سموها هيرو وورشيب. زي ما انتم شايفين يبقى الـ 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 العلاقات في المراهقين بتتميز بايه؟ بانه يعني المبالغه في كل شيء. طيب نيجي ناخد سبعة وثمانية مع بعض، حتى نعمل لك اهو خط عشان تاخدهم مع بعض، ليه العلاقة مع الجنس الآخر؟ لسه قايلينها love to a member of opposite sex، الحبيبة كلهم معظمهم في المراهقين، لأن في تغيرات في الهرمونات بتؤدي إلى الارتباط، التستيرون يخلي الولد يعني مرتبط بالبنت، عنده interest في البنات، والإيستروجين في البنات عندها interest في الولاد، ففي love to a member of opposite sex. ولأن قلنا في يعني جوانح عاطفية، جنوح عاطفي، فممكن نبص نلاقي يحصل ايه؟ رومانتك كراشز، السيفير انتيميت ريليشن، علاقة بقى قوية جدا، يعني معتمد الولد تماما على البنت، والبنت متمسكة جدا بالولد، فلو حصل أي خطأ يحصل يعني رومانتك كراشز، يعني هنبص نلاقي في هذه الصدمات عاطفية في الحكاية دي. طيب نيجي نمرة تسعة، في سبيشال بيرسونال فيلوسوفي، دي لسه قلناها، ان المراهق عنده فلسفه خاصه بيه، فعنده زي ما قلنا شطحات الحاديه او شطحات دينيه، في الحالتين سواء شطحات دينيه او الحاديه هتؤدي لايه؟ كونفليكت، يعني خلاف وصراع مع السوسايتي تراديشنز، مع تقاليد المجتمع، انه يا اما هو هيبقى شطحات دينيه فيرى المجتمع كله كافر، أو شطحات إلحادية فيرى المجتمع إن هو منغمس في الدين بصورة مبالغ فيها، والاثنين خطأ. الاعتدال والمودريشن في كل شيء هو الأساس. لكن من خصائص المراهقة إن هم عندهم فلسفة خاصة بيهم تؤدي إلى هذه الشطحات في الاتجاهين، ما عندهمش مودريشن، فبالتالي يحصل كونفليكت مع المجتمع. طيب نيجي نمرة 10. إن هنا أو آسف الأول هارموني از نيدد، يعني مطلوب ان احنا نتعامل يبقى فيه هارموني في التعامل مع اولادنا، بحيث ان احنا نوت تو فورس كومن موديل ونو اوفر دوز اوف فريدم، يعني نقول لهم لا انت لازم تبقى كده بالظبط، ما ينفعش اللي بتعمله كده سواء كان الحادا او تدينا، ما يصحش كده تبقى على وضع معين، وما يصحش نقول له انت حر تعمل اللي انت عاوزه، تلحق تعمل اللي انت نفسك فيه، لا، يبقى لازم يبقى فيه هارموني، نقاش، ديسكشن، لا نجبره على شيء بذاته كومن موديل ولا نديله حريه مطلقه، المودريشن دائما ابدا اللي هو الوسط، الوسطيه دي شيء جميل جدا.
يجب نبقى فيه. نيجي نمرة 10 لو عندي adult sensitive وشاي، يعني لاحظت ان مراهق قافل على نفسه الاوضه ما يكلمش حد وخجول جدا، ساعات يبقى الاب والام مبسوطين بيه لان المراهق لا يسبب اي مشاكل، بس هذا المراهق في ذاته مشكله. This adolescent needs special handling، يعني sensitive shy adolescents ده يحتاج needs special handling، يحتاج الى ناخد نراعيه خاص. ده دي حاجه يعني مش طبيعيه، ده ممكن يبقى عنده ديبريشن او ما شابه، فما نسيبوش كده. نيجي بعد ما خلصنا الايموشنال والسوشيال ننتقل لاخر حاجه وهي الفوكيشنال في العمل. طبعا دي كلام كلنا عارفينه، ان المراهق الولد يحبوا الميكانيكال جوبز، الحاجات الميكانيكيه يعني يتعامل معها، بينما الفيميل بيحبوا المذرنج ثينجز، الخياطه والطبيخ وما شابه. يعني الميل يحب يصلح ويعمل ويركب، انما البنت تحب الطبيخ واللبس وما شابه، انها تخيط وحاجات زي كده. ده كان اللي هم الخصائص اللي هي بتاعت الماتيوريتي في الخمسه اللي خدناهم. ننتقل بقى الى الاسينشال بروبلمز اند كاركترستكس، ودي نقطه مهمه جدا وعاوز الناس تسمعني كويس، لان هنتكلم على مشاكل المراهقه. أنا بقول إن مشاكل المراهقة ستة، وأنا كتبت عليهم على فكرة ست مقالات. فهم الاعتمادية والاستقلالية، دي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية جنوح الأحداث، اللي هو يعني بتعبير أسهل التمرد الطفولي. المشكلة الثالثة الرغبات الجنسية الملحة. المشكلة الرابعة ضغوط العمل والدراسة. المشكلة الخامسة فكرة الانتحار. المشكلة السادسة التعاطي المخدرات والكحوليات. دي الست مشاكل وهنبتدي ندرس واحدة واحدة. فنبتدي بأول مشكلة وهي الاعتمادية والاستقلالية. Dependence and independence problems. الاعتمادية والاستقلالية. مشكلة الاعتمادية والاستقلالية. إنه المراهق تركيبة خطأ. فعنده الفيزيكال ابييرنس اوف ان ادلت، يعني مظهر شخص راجل بالغ، طفله كبرت بقت عندها جسم انسه والولد بقى عنده جسم شاب ونيافع، لكن في نفس الوقت المراهق محتفظ ريتينز التشايلد ايموشنز. فهو في حقيقه الامر مشاعر طفل تشايلد ايموشنز يحتويها جسم بالغ، جوه جسم بالغ. ايه المشكلة في دي؟ ان هو مش عاجبه الاثنين. He does not like to be treated neither as an adult nor as a child. لا عاوز نعامله كبالغ ولا كطفل. ليه؟ هقولها لك ليه. انما as he is. لانه هو عاوز، لان جسمه كبير، حقوق البالغين. لكن مش عاوز واجباتهم. عاوز نعامله بالنسبه للواجبات كانه طفل. فهو ما نقدرش نطبق عليه ان هو بالغ، طب خلاص بقى انت من حقك تعمل كذا وكذا وكذا، طب روح بقى ادفع لنا الكهرباء وروح اللي اعمل المشوار ده وما شابه. لا، هو مش عاوز كده. هو مش عاوز تعامله كأدلت كامل ولا كتشايل كامل كطفل. انما از هي از. فدي غلطه بيغلط فيها الاباء، ان يقول له مش انت عامل راجل وعاوز بقى تخرج لوحدك وتروح وتيجي، طب اعمل لنا كذا وكذا وكذا زي ما انت راجل. لا، هو مش عاوز دي. Not be treated as an adult or child but as he is. بيبص، he looks to his parents as a guide and protectors، يعني بيرى فيهم ان هم مثل ليهم، بيجايد بيقودوه ويحموه، protector. طبعا البيهيفير بتاع المراهق في هذه الحاله بيبقى مليان بالتوتر، انكزايتي وانسكيورتي، عدم الامان. وبرده مره تاني بيبقى فالنرابول، يعني عرضه لسيدكتيف فويس اوف ا ليدر، لاغراء شخص قائد، ويز فولس ايديولوجي. يعني زي ما بنقول ده في حوادث كثير من حوادث الارهاب في العالم كله بيبقى بيستغلوا فيهم مين؟ بيتم استغلال المراهقين.
بان اغراءهم بشخص معين يحط لهم فولس ايديولوجي، يتحدث على ان المجتمع مش مظبوط وان لازم ان احنا نقوم المجتمع ويلا، ويامرهم بان هم يعملوا اعمال لحسابه. فسهل ليه المراهق؟ لان من صفات المراهقين ان هو بيبقى سهل اغراءه بهذا الكلام. يبقى السيدكشن يعني الاغراء بالليدر، فويس اوف ليدر، وطبعا الايديولوجي اللي بيعرضه هذا الليدر از فولس ايديولوجي. ان احنا الوسطيه مهمه بكل شيء. طيب الاعتماديه والاستقلاليه اللي هي اول مشكله في المشاكل السته ليها تو مين مانيفيستيشنز ار ريليتد تو ذيس بروبلمز. يعني يوجد ظاهرتان متعلقتان بهذه المشكله. اول حاجه اللي هي الايدنتيتي كرايسيس، ازمه البحث عن الذات. ايدنتيتي كرايسيس يعني ازمه البحث عن الذات، يعني المراهق بيسال ما بينه من نفسه، انا مين، من انا، وماذا اريد من هذه الحياه، انا عاوز ابقى ايه بالظبط في الدنيا دي، اشتغل ايه، اعمل ايه، انا امثل ايه في هذا المجتمع. دي اسمها أزمة البحث عن الذات. وإذا لم يتعاون الآباء في حل هذه المشكلة بتنتهي بكرايسيس، بأزمة. ليه بقى؟ لأن هو الأزمة دي بتبتدي declaring the movement store independency. يعني في هذه المشكلة دلوقتي هو بيتحرك ناحية الاستقلالية. تعال نشوف إيه اللي هيحصل. Its main characteristics are، إيه الكاركتريستيكس بتاعت الايدنتيتي كرايسيس دي؟ إن زي ما قلنا إن شخص عنده الأدل دايمنشنز، جسم بالغ لكن بيحتوي مشاعر طفل، فهو تركيبة خاطئة، مشاعر طفل محطوطة في جسم بيحتويها جسم بالغ أهي. شوف بس يبقى child's emotion داخل أدل دايمنشنز. طب وعليه ايه موقف الاخرين منه؟ other doubting his strength. يعني انت شكلك بالغ، شكلك راجل، لكن ما عندكش اي مقدره، فاحنا بنشك في مقدراتك وفي الابيليتيز بتاعتك. هو ready to share in life، مستعد للمساهمه في الحياه، بس زي ما اقول عاوز ياخد حقوق الكبار، but shrinking from responsibility، يعني مش عاوز ياخد مسؤوليات. Doubting the world around، شاكك في العالم اللي حواليه، but needs everyone support، ولكن محتاج معاونة الناس دي. وأقول لك دي بدي مثال ليها، يعني إيه doubting of the world around؟ أنا عارف في حديث الكبار، ودي حاجة لا يجب أن نفعلها أمام مراهقين، إن إحنا نقعد نتكلم عن سيئات الناس، عمك في العيب الفاتي، وخالك في العيب الآتي، فهو بيدوت الله، ده الناس كلها وحش. ما هو طبعا الناس كلها فيها نقائص، لكن لا يجب أن نتحدث عن هذه النقائص في وجود المراهقين. ليه؟ لأن بعد شوية أقول له بص أنت عاوز تقدم للمدرسة دي ما حدش ينفعك غير عمك أو خالك اللي هو لسه إحنا في اليوم السابق بنسيء ليه، فإحنا خليناه عنده doubting the world around، لكن في نفس الوقت محتاج مساعدته. نمرة 5 losing childish certainty، بيفقد خصائص طفولة لكن في نفس الوقت ما بقاش بالغ، مفيش سيلف كونفيدنس. فعشان كده برضو بقول للاباء تاني، ما تقولوش ده من تعام الراجل وعاوز تاخد حقوق الراجل او حقوق البنت الكبيره وتخرجي لوحدك وتروحي مع اصحابك يبقى اعملي زي الناس الكبار. هذا خطا شديد يقع فيه الاباء. المراهقون هم جسم بالغ داخله مشاعر طفل، يريدوا أن يأخذوا حقوق البالغين لكن يهربوا من واجباتهم. فلازم نفهم دي. This crisis normal، هذه الكرايسيس طبيعية. طب تعال نشوف راجل اسمه مارشيان، حط مارشيان ثيوري، قال أن أزمة البحث عن الذات دي بتتحل بحل من 4. الحتة دي مهمة جدا. أول حاجة اللي هي فوركلوجر، أي الإغلاق المبكر. يعني بيلاقي نفسه بسرعة الشخص المراهق، يعني زي مثلا واحد مزارع فابنه ما عندوش أزمة البحث عن الذات دي لأنه أبوه مزارع
في ارض، يبقى هو في النهايه يبقى مزارع زي ابوه، يبقى حصل اغلاق مبكر للمشكله من وهو لسه طفل، عارف ان هو في الاخر هيبقى في الغيب مع والده. طيب نيجي الديفيوجن اللي هو الضبابيه، انه ولد متميز في لعبة كرة القدم ومشترك في أشبال النادي الأهلي وبيلعب، وفجأة جات له إصابة جسيمة لا يمكن هيستمر في هذا الكارير. يبقى دلوقتي في أزمة البحث عن الذات. طب أنا كنت موظب نفسي إن أنا أبقى لاعب مرموق مشهور، دلوقتي بعد الإصابة دي هعمل إيه؟ يبقى في حالة من الضبابية، لازم نساعده بقى إنه يعمل حاجة تانية. أو موراتوريزم. موراتوريزم معناها التعليق أو التأجيل، حتى بيقولوها زي هنا في الناس لما بتدرس في الجامعة، إن شخص في ميجر وفي ماينورز، يعني في مادة أساسية هي اللي بتؤهله إنه يبقى حاجة معينة، هو مش لاقي نفسه عمال يغير الميجر ده للميجر التاني وهكذا، فهو في حالة تعليق وتأجيل. أو بشبهها زي عندنا مثلا طالب في إعدادي كلية هندسة وبعدين مش عارف، طب هو لما يخلص إعدادي هيبقى يشتغل مدني ولا يدخل ميكانيكا ولا يدخل كهرباء أو ما شابه ولا ذرة، مش عارف. لكن طبعا احسن حاجه الاتشيفمنتس اللي هو التحقق من هو هيعمل ايه. فاحنا واجبنا كوالدين ان احنا نهندل مشكله ازمه البحث عن الذات دي بالاندرستاندنج، نبقى فاهمين ليه القلق اللي جواه ده بسبب الحاجات اللي قلناها، هو مشاعر طفل في جسم بالغ، الناس مش واثقه في مقدراته، مستعد يشارك بس مش عاوز مسؤوليات، بيشك في كل الناس لكن محتاج مساعدتهم، فقد الطفولة بتاعته لكن لسه ما خدش الثقة الكافية. فإحنا مطلوب مننا نهندل مشكلة أزمة البحث عن الذات ده بالأندرستاندينج، بفهمها وتحملها والتولرانس وإندايركت مانيبيليشن، توجيه كده بصورة غير مباشرة، وناخد وقتنا. وزي ما بقول إن أنا كوالد مش ان انا الفشل في تحقيق طموحاتي احطه على ابني لازم اعمل لي، مفيش كده، نشوف مقدراته ايه، يقدر يبقى يعمل ايه. مش لازم كل مهندس يبقى ابنه مهندس، وكل استاذ جامعه يبقى ابنه استاذ جامعه، وكل طبيب يبقى ابنه طبيب، ربما هو هواياته ومقدراته لا تتمشى مع هذا المقدار. طيب تاني حاجه غير ازمه البحث عن الذات في الاعتماديه والاستقلاليه اللي هو ريبيليانت، التمرد، اللي هو المراهقون بطبيعتهم عندهم exaggerated swing away from the authorities، يعني رغبة في الجنوح وفي البعد وفي عدم سماع الأثوريتي، التمرد على السلطة، ده جزء منهم. مودنس، ده بيؤدي إلى مودنس uncertainty، يعني عدم ثبات المزاج، instability، عدم الإحساس بالثبات، التندنسي تو جو تو اكستريم. وعشان ولسه بقولها تاني، ان وقود الارهاب العالمي اساسا بيعتمد على المراهقين اعتمادا على ان هم بطبيعتهم متمردين ضد السلطات في اي مكان، وعندهم استعداد ان هم يعملوا حاجات بالاكستريم، وده ميليد تو نيروزيس، يعني اضطراب عصبي او سايكوزيس جنون. وبحكي قصه صغيره هنا عن شاب طلبوا منه أن يقوم بعملية إرهابية ضد أحد الكلام ده من عقدين ثلاثة، ضد أحد الرموز السياسية. فطبعا لأنه متلخبط ومراهق شاب وماسك السلاح، ضرب ما أصابش الراجل خالص اللي هو الهدف، ولكن طاشت رصاصة ودخلت فاكر مدرسة قصة جديدة وأصابت بنت حسب ذاكرتي لم تخني وقتلتها، اسمها شيماء رحمها الله. تخيل الطفل ده بقى او المراهق ده بعد كده حصل له اضطراب عصبي رهيب، لانه قعد بقى يقرا وازاي الاسره دي تألمت، وبنت صغيره قاعده في مدرسه بتدرس بسبب الطياش بتاعه ده او التصرف الجانح ده الجامح ده، موتها. وفي الاخر دخل لعلاج نفسي، حصل له سايكوزيس. فده ريبيليانت، جزء من المراهقه، الاكزاجيريتد سوينج اواي فروم اوثوريتي، معادات السلطه، ده جزء في المراهقه. وبعدين الرغبه في انه يروح للاكستريم، وزي ما شفنا ان هو يبقى ضالع في عمليه ارهابيه انتهت بقتل بنت بريئه، فادى الى نيروزيس اور سايكوزيس.
دي كانت المشكلة الأولى، الاعتمادية والاستقلالية. هو كان في حالة اعتمادية في طفولة، انتقل الاستقلالية وهو مش معد تماما لهذا الوضع، فده أدى إلى أزمة البحث عن الذات، من أنا وهعمل إيه في الحياة دي، وريبيليت التمرد. طيب تاني مشكلة، جوفينايل ديلينكوانسي، اللي هي جنوح الأحداث، أو في تعبير أبسط التمرد الطفولي. فهي في الـ MSQ it's a form of rebellion، نوع من أنواع التمرد، بس خاص بمين بقى؟ بالأدلتس، مين للبيرنتس، الأباء والتيتشرز. حتى أحسن من عبر عنها في مسرحية مدرسة المشاغبين، في رحمه الله يونس الشلبي، لما كان هو ضد أبوه، واللي هو في نفس الوقت ناظر المدرسة، لما قاعد يقول أبوي اتحرق، أبوي اتحرق، أبوي اتحرق، يبقى هو مين اللي ضد البيرنتس والتيتشر، اوبلي ديفاي، بيتحدى الآباء والتيتشرز، لأن الجوفينايل درينكس نوع رغبة في تحدي الآباء والمدرسين خاصة، تو ريفيوز ذير أوردرز، إنهم يرفضوا الـ 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 الأوامر بتاعتهم. ليه بيعملوا كده؟ to force the world notes him، عشان يجبر الناس، ما دام انا بتمرد وانا بعترض اذا انا موجود، يبقى الناس تاخد بالها منه، بانه يبقى ترابل ميكنج، انه يعمل مشاكل، ترابل ميكنج. وهنا بحكي قصه صغيره عن الجوفيلاين ديلينكوسي وكيف الجنوح الاحداث التعامل معاه. انا فاكر كنت في نادي الجزيره، وكان عندنا قاعه اسمها قاعه التكييف، ممنوع فيها حد يدخلها غير اذا كان لابس بنطلون طويل، ما يدخلش ملابس رياضيه، شورت وتي شيرت وسنيكرز، مفيش كلام ده. فدخل شاب باللبس ده اللي هو الرياضي، اللي هو ممنوع في هذه القاعة في نادي الجزيرة، يكلم والديه، فجه الكنترول وقال له ان الكلام ده ممنوع وما يصحش، ومسكه في ايده عاوز يخرجه بره، وابوه وامه قالوا له انت مفروض ما تدخلش كده، وانت عارف ممنوع تفضل ورا. الولد هاج وقال انا مش عريان، انا لابس لبس كويس، ايه اللي يمنعني ادخل، وابتدى يختلف مع والديه ومع الكنترول لفهم لظاهرة جوفينايل ديلينكوانسي. فأنا قمت وقلت لهم اسمحوا لي معلش أتدخل في هذا الحديث، فقلت للولد ده الآتي: على فكرة أنا مقتنع تماما بوجهة نظرك، أن أنت لابس كويس قوي، لابس أفضل مننا حتى، ليه إيه اللي يمنعك من دخول القاعة دي؟ بس أنا عاوز أقول لك حاجة، أن القانون حتى هذه اللحظة بيقول إن المكان ده ما ندخلوش بالملابس الرياضية. فإيه رأيك في جمعية عمومية بعد شهر خاصة بنادي الجزيرة؟ أنا هعرض، تيجي أنت وأنا هعرض وجهة نظرك، وهقول إن أنا مؤيد ليها، وهدفع بقية الأعضاء إلى الموافقة على ذلك، إنه ما فيش ما يمنع دخول هذه القاعة بالملابس الرياضية، لأن دي ملابس محترمة. ليه؟ ليه؟ إيه العيب فيها إنك تدخل بكده؟ فإحنا بدل ما نكسر القانون، قلت له تعالى نغير القانون. فالولد اقتنع ومشي، وفعلا اتقابلنا في المرحلة وعرضنا الأمر، لكن لسوء الحظ لسه ما حصلش الموافقة، في ناس اعترضوا. المهم ان قلت له ان في قانون ولازم نحترمه، مش نديفاي ونعترض عليه، وان القانون اللي مش عاجبنا عموما بدل ما نعترض عليه ونكسر القانون، ودي قاعدة عامة، نغير القانون، لأن القوانين وضعت لصالح الإنسان وليس الإنسان لصالح القوانين. بس ما نعترضش عشان ما يحصلش فوضى على القوانين، إنما نغير القانون لصالحنا. فده اللي بقوله، كيف نتعامل مع الجوفينايل ديلينكونسي؟ مش لما الشخص يعني يتحدانا نتحدى أكتر ونزعق له، نبقى فاهمين إن دي طبيعة المراهق، إن هو بيحب يكسر الأوامر ويعترض على الكبار، خاصة الوالدين والتيتشرز، فنحتضنه ونبقى فاهمين هذه المشكلة. طيب المشكلة الثالثة، المشكلة الثالثة اللي هي الأكاديميك بريشر أند كارير إمبيدز، اللي هو مشكلة الدراسة والعمل. أول مشكلة ممكن تحصل زي ما قلنا، أن البيرنتس، الاباء يوز الكيدز، يستخدموا الابناء في تحقيق ال اون امبيشس، اللي هي الرغبات، الطموحات الخاصه. اهي البيرنتس يوز الكيدز بتاعتهم تو اتشيف ذير اون امبيشس.
طبعا عندنا مشكلة خاصة في مصرنا العزيزة اللي هو الاوفرويلمينج كومبيتيشن، الصراع الرهيب في الثانوية العامة في اللاست يير سكند سكول عشان يدخلوا التوب فاكولتيز الهندسة والصيدلة والطب وما شابه. فدي مشكلة للمراهقين، وساعات في ناس وقت الامتحان وما عملش كويس وأباء عاوزين يحقق لهم الطموحات اللي هم فشلوا فيها، فتؤدي لكوارث نفسية على هذا الطفل أو المراهق. أسف السوليوشن نحن نعمل إيه؟ طبعا هنا بيخلوا النتيجة إن هي لا تعتمد على امتحان في ظرف أسبوعين ثلاثة، إنما هي نتيجة العمل في سنوات الثانوي كاملة، مش كده وبس. وبيزودوا الفوكيشنال and educational chances، فرص التعين وفرص الدراسة، ونزود الجامعات بحيث ان يبقى الفرصة اكبر، فيبقى الـ مش limited بحيث ان يبقى الواحد حاسس بخنقة انه في كلية واحدة بس بتاخد عدد محدود. لا، نوسع الفرص، وزي ما بقوله ويزيد من عندي، انها لا تعتمد على امتحان في ثلاث اسابيع ممكن ابقى مضطرب ابقى عيان، لا، بتعتمد على نتيجة عمل في الثانوي. ده قبل ما الطالب يكون خلص هنا الثانوي بيبقى عارف اللي هو السكندري سكول، بيبقى عارف هو راح انهي جامعه ولسه ما خلصتش السنه. طيب نيجي المشكله الرابعه بقى اللي هي السكشواليتي، اللي هو الجنس او الرغبه، الانستينكشوال سكس ايرج، الرغبه الجنسيه الملحه. بسبب التغيرات في الهرمونات بيبقى في رغبة جنسية ملحة. طيب مطلوب من هذا المراهق انه inner control، يتحكم في هذه الرغبة، لكن في نفس الوقت to find outlet، انه يشوف ليها مخرج capacity، في مثلا outlet من ضمنها في capacity to love. طيب نيجي للماستربيشن اللي هي العادة السرية، اللي هي main preoccupation adults، يعني عدد كثير من البالغين مشغول جدا بموضوع الماستربيشن ده. فأكثر من 80% من الذكور المراهقين و55% من الإناث المراهقين بيبقوا مشغولين بعملية الماستربيشن اللي هي العادة السرية، اللي هو ممكن يقوم بها مع نفسه وممكن بين طرفين حتى في صورة chatting أو whatever، ماستربيشن ما بين اتنين. الانساينتيفيك رومرز بقى، الاشاعات الغير علمية حوالين هذا الماستربيشن. انا عارف انا هخرج شوية على الموضوع وهتكلم على الماستربيشن ده، الرومرز اللي موجودة الساينتيفيك حوالين الاشاعات حواليه. وعلى فكرة انا في مشاكل مراهقة دول الستة كتبت في كل واحدة اكثر من مقالة، فتعالى هقول لك شويه من الحاجات اللي كتبتها على الماستربيشن. انا لن اناقش دلوقتي العاده السريه دينيا، فانا لست برجل دين حتى اني اناقشها دينيا. انا بناقش هل هي علميا خطا؟ لا. واحد، انها لا تقلل من درجه الاخصاب، عكس ما يقول انه يقعد يعمل ماستربيشن كتير هيخلص الحيوانات المنويه مش هيخلف في الاخر. هذا كلام خطأ، بل تزيد الإخصاب. ليه بقى؟ لأنه في حالة الذكور بتتخلص من الحيوانات المنوية القديمة ضعيفة الحركة، وفي حالة الإناث الماستربيشن بيتخلص من إفرازات عنق الرحم القديمة اللي هي فيها كمية مخاط ضخمة وفيها حامضية عالية مش مناسبة للحيوانات المنوية. فهي هل تقلل مخصوبة؟ لا، نمرة واحد تزيدها. اتنين، من فوائد الماستربيشن انه عملوا دراسات في احدى جامعات استراليا، مش فاكر دلوقتي فين بالظبط واحب ابقى دقيق، انما خلاص دلوقتي جامعات كتيرة قالوها انها بتقلل من سرطان البروستاتا في حالة الذكور، وربما تقلل من سرطان عنق الرحم في حالة الاناث. تلاتة، انه الاسراع في ضربات القلب اللي بيحدث في اثناء الماستربيشن ده هو افضل رياضة للقلب، فلقوا ان الناس اللي ماستربيت بيقل فيهم معدل الاصابة بالنوبات القلبية. اربعة، ان الماستربيشن بيقلل الضغط العصبي والاكتئاب
خاصة مع الكبت الجنسي، فبيعمل بليجر سنسيشن وبيخلي النوم أسهل والبرودكتيفيتي أكتر، إلا طبعا إذا كان موضوع الماستربيشن أدى إلى أن الشخص يعني مستغرق فيه بقى، مضيع وقته كله، مش عاوز يقابل أصحابه، مش عاوز يخرج وبتاع، عشان ودي بتبقى حالات نادرة. ومرة أخرى بقول أنا لا أناقش هذا الموضوع من وجهة نظر دينية، فأنا لست برجل دين، أنا ناقشتها علميا، هل هي ضارة ولا مش ضارة؟ لا، هي مش ضارة على الإطلاق، بالعكس لها فوائد. وعلى فكرة الماستربيشن إن لم يحدث بالعقل في الأثناء الاستيقاظ في الوعي، ففي نوع من الماستربيشن بيحدث في الأحلام زي ما قلنا، وقلنا حتى في الرام سليب اللي هو بيتحرك فيها العين بسرعة وبيحصل فيها الأحلام، كل الذكور بيبقوا في حالة انتصاب، اللي هو على الأقل في الذكور حاجة تدل إن في إثارة جنسية. طيب نيجي المشكلة اللي بعد كده اللي هي السويسايد، الانتحار. الانتحار ده ثالث سبب للوفاة في الأدوليسنس، يعني في المراهقين ثالث سبب من أسباب وفيات في المراهقين. إيه أسباب الانتحار؟ المود سوينجينج، إن زي ما قلنا إن في انفجارات عاطفية بتبقى موجودة في المراهقين، وفي سوينجينج، في تأرجح في الانفعالات ما بين الأنكزايتي التوتر، في أوقات يبقوا متوترين جدا وفي أوقات إليشن مبسوطين جدا. الأوبريشن باي بيرنتس اللي هو الضغوط بتاعة البيرنتس، وإن هم عندهم لاك اوف فريدم، ما عندهمش يعني حاسين ان الاباء دي ضاغطين عليهم وعلى حريتهم، مش مدينهم حريتهم، فتؤدي الى ان المراهق قد ينتحر. الامبوتنت ريج اللي هو الغضب المكبوت. انا فاكر كنت عند صديق وبعدين قاعدين عزمنا مجموعه كبيره، وبعدين ابنه بيقول له ليسن، وكان الظاهر ضعيف في الانجليزي، فخد ليسن على انه ترجمها بالعربي اسمع، ويقول له اسمع مي، وهي معناها انصت يعني خد بالك انا بقول ايه، ازاي بتكلمني كده، وانزل اقعد في البيت. قال له طب اروح كوفي تايم في يروح ستاربكس ولا واتيفر هنا، ولا في حاجه اسمها كوفي تايم وفي حاجه اسمها تيم هورتن، انزل تسمع كلامي هتتحبس تحت. فانا تدخلت اكبر منه سنة، قلت له انا عاوز اقول لك حاجه، ابنك ده قصاده حاجه من اثنين من اللي انت قلته ده، يا اما ان هو الغضب المكبوت ده ينزل تحت لا قدر الله ممكن ينتحر، او يصور في وجهك ويهزقك قصادنا. فمعلش انا هتدخل في الحديث وانا اكبر منك سنا، قلت له اتفضل اخرج روح ستاربكس او واتيفر وخلاص انا سمحت لك، عشان يطلع الغضب المكبوت ده، لان ممكن ينتهي بالانتحار. اللولينس، العزله، الايروتيك كراشز، الصدمات ال الجنسيه، سواء كانت في الهوموسيكشوال المثليين او الهيتروسيكشوال الناس الطبيعيين. انا اعرف اسره هنا من اصول عربيه عندها ابن هوموسيكشوال، وطبعا حاجه غير مقبوله على الاطلاق، وقعدوا يزعقوا له ويبهدلوه مع ان هو محتاج رعايه وعنايه. ended up ان هذا الولد committed suicide، انتحر. فالايروتيك كراشز احد اسباب الانتحار، او السويسايدال فانتازيز والكراشز اللي بتحصل ان واحده بتحب واحد سابته او سابها، والاحساس باللولينس بالانعزاليه، كل ده يؤدي الى الانتحار. وعلى فكره انا عاوز اقول حاجه، انه الانتحار ده او الشخص المنتحر، انا ما بحبش في حياتي ادانه الاخرين والحكم عليهم، الله هو الدان الوحيد هو اللي يحكم. تصور انا هقول لكم حاجه دلوقتي، كل الناس بتحكم على المنتحرين ان دول ناس غلط، انا معاكم الانتحار شيء سقيف ولا يصح ان يحدث، لكن ايه رايك بقى لو اقول لك، ويمكن اول مره ناس منكم تسمعها، انه الانتحار ده عرض مرضي، يعني في شخصيه انتحاريه. مش كل واحد يتعرض للحاجات اللي قلناها دي، او حتى في سن اكبر، بلاش بنتكلم في المراهقه، في ناس الانتحار اكتر ما بين سن 30 و60 يليها في سن المراهقه. مش كل شخص يعني يتعرض لموقف صعب، ازمه ماديه، ازمه صحيه ينتحر، لازم عنده استعداد لهذا العمل، بتبقى شخصيه انتحاريه، نوع من المرض، من التغيرات
عنده في الجينات أدت إلى أن التفاعل بتاعه كان بهذه الصورة. فأنت لو تعرضت لنفس الأزمة مش هتنتحر، لكن لا تدين غيرك هو انتحر ليه، أنت لست في موقفه، مش في نفس الوضع، مش في نفس ظروفه. فمن فضلكم الديان الوحيد في عالمنا هذا هو الخالق، لا ندين أحدا، ربنا هو اللي يحكم عليه غلط صح، يعني يحكم عليه في الآخرة فين يوديه، هو مش إحدى، هو اللي عارف ظروفه. يوجد شخصية انتحارية، النهاردة الانتحار ده مرض، مرض في استعداد شخصي، مش أي شخص يتعرض لنفس الأزمة يؤدي الانتحار، لا مش كده. فلا تحكموا على الناس، احكموا على الظروف، والظروف اللي هي ضمن منها الظروف الصحية، ما أقصدش الظروف اللي أدت إلى الانتحار. المشكلة اللي بعد كده اللي هما بيتكلموش عليها اللي هي التعاطي المخدرات والكحوليات. أنا بس عاوز أقول دي اللي هي التعاطي، ما بقولش الإدمان، في فرق بين الاثنين. أنا هقول أرقام مذهلة وكتبت عليها مقالة، إنه أكتر من 80% من الشباب جربوا المخدرات أو الكحوليات، جربوا، ما بقولش أدمنوا، أكتر من 80%، وربما الرقم أعلى من ذلك. وده ما فيهوش عيب، إن جزء من خصائص المراهقة اللي هو حب إنه يجرب، حب الاستكشاف، إنه يكتشف، ولأسباب كثيرة حاجة في ذاته، ربما ضغط البيرز، هم الزملاء بيضغطوا عليه، أنت مش راجل، ما تجرب، ما تيجي، ما نعمل، أسباب كثيرة جدا، التقليد. وأنا بثبتها بطريقة سهلة. مرة زميل فاضل ليا فقال لي أنا ابني بقى ده متربي لا يمكن يعمل الحاجات دي. فجست أنا مسكت الشاب ده قلت له على فكرة، ما أنت لو سألته أنت جربت أو ما جربتش أستاذ أبوه إزاي تعمل كده حاجات من هذا القبيل، هينفجر ويتضايق جدا. فأنا قلت له أنا عاوز أقول لك حاجة، يعني اثنان من رؤساء أمريكا اللي هي أكبر دولة في العالم وهم أوباما وجورج بوش الصغير جربوا مخدرات مش مدمنين، وده ما منعش إن هم يتقلدوا أعلى منصب في العالم وهو إنه يبقى رئيس الأمريكي. خد بالك السؤال اللي بعده، قلت له عاوز أسألك سؤال، مش أنت جربت ولا لا؟ قلت له قول لي بقى أنت جربت إيه؟ فقال لي إنه جرب الشيء اللي خده. 80% من شبابنا بقول للآباء من المراهقين بيجربوا. المهم ان احنا نبقى فاهمين دي، بحيث لان لو خوفناهم مش هيبقوا صراحة معانا. لو تحدثنا معاهم عن المخدرات وعن اضرارها واحنا لن نقرأ عليها شيء ولا عارفين اسمائها في السوق ايه ولا بتتاخد ازاي، هيحس ان انت في دنيا غير الدنيا، لن يستمع اليك اساسا، هقولك ما باخدش وخلاص. سيبها لناس متخصصين يعرفوا ازاي يتكلموا، يعرفوا ازاي ينصحوا، وقولوا له الضرر الحقيقي من الحكاية دي. انما برضو ما أكبر مشكلة أن نتوهم كآباء أنه ليست هناك مشكلة مع المراهقين من أبنائنا. دي المشكلة الأولى في تصوري، أن أنا أتصور أن ابني ده إميون محصن، هو الوحيد المحصن ضد المخدرات وضد الجنس وضد كل المشاكل اللي قلناها دي. دي هنا تكمن المشكلة. أول حاجة في حل أي مشكلة بقولها هو أن تعترف بأن هناك مشكلة، وبعدين نتعامل معه. ست مشاكل قلنا للمراهقين: الاعتمادية والاستقلالية اللي هي نتج عنها حاجتين، أزمة البحث عن الذات والتمرد ضد السلطة. تاني مشكلة جنوح الأحداث اللي هي جزء من التمرد بس خاص زي ما شفناها في مدرسة المشاغبين ضد الآباء وضد التيتشرز، إن هو يرفيوز الأوردرز عشان خاطر يخلي الناس تاخد بالها إن هو موجود وإن هو ترابل ميكينج. تالت مشكلة اللي هي ضغوط الدراسة والعمل، فلازم نوسع فرص الدراسة وفرص العمل، وما نحققش الأحلام الخاصة بينا كآباء في أبنائنا، ربما هم مش مؤهلين لذلك. ثم نمرة أربعة الرغبة الجنسية الملحة، وقلت إنها ممكن نعالجها إزاي، ما قلناهاش، بالسبليميشن، الإعلاء والتسامي. ازاي؟ يعني يطلع الطاقه اللي جواه دي في الرياضه في السبورتس،
او في decent relation، في علاقات يعني محترمة، ما نفصلش تماما الولاد عن البنات، ده مش الحل. الوسطية مهمة، نقول له اه انت هتكلم البنت ودي زميلتك ودي زي اختك وانت هتحرص عليها بدل ما انت تطمع فيها، بالعكس انت هتحول البروتكتور، انت الجايدنس بتاعها، دي زي اختك، والكاباسيتي تو لاف مش عيب الناس تحب. ونفهمهم ان وجود هذه الرغبات الجنسيه ده شيء طبيعي، ليس هو لا يحس لا بالذنب ان عنده هذه الاحساسات ولا بالخوف. فالسبليميشن يحل المشكله جزئيا، بقول جزئيا، بالسبورتس وبالعلاقات الكويسه. وعلى فكره لازم نعمل دراسه جنسيه في جامعات في مدارسنا، هنا بياخدوا 40 ساعه في دراسه الجنس، معلومات مبسطه في جريد 5 ومعلومات كامله في جريد 7. مواجهه المشكله اهم من انكار المشكله، وعلاجها قلنا جزئيا بالسبليميشن. والماستربيشن مرفوضه دينيا، انا لست برجل دين، لكن ما نقولش حاجات خطا يقرا يلاقي ان احنا بنقول كلام غلط. علميا لا، الماستربيشن علميا ما فيهاش اي ضرر. اه في حاجات كتيره لها يعني خطا ديني، بس علميا ما هياش خطا، فما نقولش حاجات مش مظبوطه. وبقى المشكله اللي بعد كده والاخيره اللي هو تعاطي المخدرات والكحوليات. كحوليات في الغرب اكتر، في الشرق عندنا المخدرات اكتر، 80% اكتر من 80% من الناس جربت، ما بقولش يبقوا مدمنين. فنتفهم هذه المشاكل ونواجهها. أول حاجة في حل أي مشكلة هو أن نعترف بأن هناك مشكلة، إنما تجاهل المشكلة لن يحلها، بل هيخليها تبقى يعني تزداد وتتفاقم، وهذا خطأ. طيب ننتقل للحاجة الأسهل بقى اللي هو الأدلتهود. الأدلتهود اللي هي البلوغ، اللي هي أطول مرحلة، بتبقى من سن 20 إلى سن 65 سنة. هندرس فيها حاجتين صغيرين، الكريتيريا أوف ماتيوريتي، يعني شواهد النضج. يعني حضرتك نقول إنك انتقلت من مراهقة وأصبحت دلوقتي شخص بالغ، إمتى؟ مش بتخطيك سن 18 أو 20، لا، بالأربع شواهد دي. وانا عاوزك اسمعوها كحاجه لطيفه، مش كانها ضمن السيكولوجي في الادلتود. شواهد النضج، ازاي نقول انك انت خلاص لم تعد مراهقا، انما انت دلوقتي شخص بالغ. اول حاجه الانسايت، البصيره، وبمعنى البصيره انك انت بهذه الحاله تقدر نقول الاتي، انك انت تقدر في هذه الحالة تقدر ذاتك وتقدر الآخرين تقدير صحيح. ده المعنى، يبقى أن تعرف قدر نفسك وقدر الآخرين، الابيليتي تو اكسبت السيلف والأذر بوتنشاليتيز. مش يقول لك رحم الله امرئ عرف قدر نفسه؟ يبقى أول حاجة أنك تعرف قدر نفسك، مش قدر نفسك بس والآخرين. وعلى فكرة تعرف قدر نفسك مش معناها هي أنك أنت تقلل من قدر نفسك، لا تزيد ولا تقلل. وهنا بدي مثال صغير عن زميل زعلان من صديق لينا ثالث أنه لم يساعده في تعيين ابنه في المؤسسة اللي هو فيها. قلت له الراجل ده ما هواش في الهيومن ريسورسز، ما هواش في له سلطة التعيين، ما هواش رئيس مجلس الإدارة. انت ليه مش مقدر؟ ممكن يكون ساعده، بس هو ده راجل مدير عام في الحته دي، ما يملكش القرار، ليه تزعل منه؟ وقلت له ان انت بكده تفتقد لاول شاهد من شواهد النضج، يعني انت مش عارف تقدر مقدرات الاخرين ومقدره نفسك. تاني حاجه ريسبونسبيلتي، المسؤوليه تجاه السلف، النفس، والاذرز، ان انا بقى اقدر ابقى مسؤول عن نفسي ومسؤول عن الاخرين. وعشان كده حضراتكم الطلبه اللي بتسمعني دلوقتي، لا ما نعتبركوش حتى لو فوق سن 18 ان انتوا دخلتوا في الادلتود، طالما لسه ما زال والديك بيصرفوا عليك، لان انت مش مسؤول عن نفسك. لما تبقى مسؤول عن نفسك نعتبر انك بقيت ادلتود. ادي تاني حاجه في الكرايتيريا. تالت حاجه السنس اوف بيربوس، التوجه، انك تحط في حياتك سيتس جولز، تحط اهداف، وافويد اوبستكلز، وتتخطى المعوقات. تقول انا
عاوز أبقى مهندس، عاوز أبقى طبيب، وبالتالي هعمل كذا وكذا وكذا، نفسي في يوم من الأيام أفتح مستشفى، نفسي أفعل ذلك. رابع حاجة الإيموشنال كنترول. وبقول الجملة دي ومهمة جدا وفهموها في الحياة. Don't let your emotions override your logical thinking. لا تجعل العواطف تتخطى التفكير العقلاني. لو أنت تصرفت بعواطفك فقط غير مسوق بمخك فأنت شخص غير ناضج في حياتك دائما. اسمعوا الجملة دي، نصيحة مهمة جدا لكل من يسمعني. Don't ever ever let your emotions override your logical thinking. لا تجعل عواطف تتخطى تفكيرك العقلاني. دي الكرايتيريا of maturity، انك الانسايت البصيرة، تقدر ذاتك والاخرين، responsibility، مسؤول عن ذاتك والاخرين، اللي هم لما تبقى اللي هي الزوجة بقى والاولاد والاخرين. sense of purpose، انك تقدر تحط اهداف وتتخطى العواقب. نمرة 3 الايموشن كنترول، انك انت ما تخليش انفعالاتك تتخطى التفكير العقلاني. problems of adulthood، ما هي مشاكل الشخص البالغ؟ اول حاجه الورك، انه بعد ما خلص اشتغل ففي الورك، وفي الان امبلويمنت، انه مش لاقي شغل. ده في حاجه اسمها التراجيدي اوف ان امبلويمنت، يعني كارثه ان انا خلصت ومش متوظف. تخيل ناس خلصت ومش لاقي وظيفه، كارثه. لازم كل دوله تهتم بيها، تعيين الخريجين دي تساعدهم، مش ضروري تعينهم في قطاع عام، يبقى في طريقه ما للناس دي تشتغل. تاني مشكله الماريج، اختيار السلكشن اوف ذا بارتنر، اختيار الشريك بتاعتك. وبعدين احد المشاكل اللي بتبوظ اللي هي السكشوال ادجستمنت، اللي هو ان يبقى في يعني تناغم جنسي بين الطرفين. ودي زي ما قلنا لسه بتدي من الاول بان احنا ندرس الجنس في مدارسنا. قلت لك هنا في 40 ساعة دراسة مبدئية في جريد 5 ودراسة كاملة في جريد 7 كل ما يتعلق بالجنس، عشان ده يساعد سكسوال ادجستمنت وبالتالي النجاح في الحياة وما يحصلش ديفورس. نمرة 3 parenthood responsibility، انك انت البروبلم واحد مش قادر يصرف على اولاده، فور تشيلدرنز. قرينا عن واحد في اليابان مش قادر يصرف على اولاده، انتحر. getting older، ان الواحد يكبر في السن، فده بيؤدي الى physiological changes، تغيرات في الفسيولوجي، ولولينس العزاليه. نيجي للنقطه الاخيره او الموضوع الاخير، وهو الصفحه الاخيره، وهي الاولد ايج. الاولد ايج ستارتس عند سن 65 اللي هو سن المعاش، retirements starts at 65. هندرس فيه ثلاث نقاط، البيزك تشينجز تغيرات في السن الكبير، البروبلمز النقطة الثانية، والنقطة الثالثة هندرس المانجمنت اوف اولد ايج بروبلمز. ابتدي بالبيزك تشينجز، يوجد ثلاث تغيرات مع تقدم العمر، فيزيكال في البدن، منتال في الذهن والعقل، وبعدين سوشيال. ابتدي فيزيكال، طبعا الواحد الكبير بيبقى عنده decreased resistance to diseases. عارفين حتى النمونيا اللي هو الالتهاب الرئوي اللي بيقضي على عدد كبير من الناس، بيجي بيموت اكتر، بيجي في ناس كتير بس بيموت في الاكستريم اوف ايجز. يعني امتى الالتهاب الرئوي بيبقى خطير جدا؟ في الناس فوق سن 65 سنه اللي هم الكبار السن، وفي الاطفال. في كبار السن يبقى في degenerative diseases، في يعني خشونة في الركب، في باك بين وما شابه، في impaired vision and hearing، يعني النظر بيضعف والسمع بيضعف مع تقدم العمر، decreased mobility، مقدرة الحركة والأعاد والمشي بيقل، digestive disturbance، اضطرابات الهضم. من أول تصور في كبار السن السميل والتيست بيتأثر، يعني ما بقاش مش كويس وما بيتذوقش كويس، بقى يحصل له بقى ريفلكس حموضة وبيبتيك ألسر، ويحصل له إمساك وإسهال، مشاكل في الدايجستيف وعسر هضم. طيب نيجي منتال، decreased mental capacity، طبعا إن المقدرة العقلية بتقل 100%، لأنه إحنا قلنا كل يوم بنفقد 10,000 خلية عصبية في المخ كل يوم، فبتقدم العمر يبقى الكمية المفقودة كبيرة جدا، فالذاكرة تضعف وتهن، فبيحصل decreased mental capacity.
وبيبقى عندهم ريجيد ثينكينج زي الاطفال، يعني مش قابلين للتفاهم زي زمان. نبقى متفاهمين ده في الناس الكبار، لكن عندهم يوسفل اكسبيرينس طبعا، خبره لا يمكن تجاهلها. نيجي سوشيال اجتماعيا الريتايرمنت بقى بيبقى denied as an adequate functional member. المجتمع انكر خلاص، قال له انت هتتركن على الرف، انت معاش، انت غير كفء دلوقتي ولا تستطيع انك تشتغل. في برضه tragedy of retirements، واحد يحس ان هو فجأة من كم مشغول وبيقود مجموعة من الناس للمجتمع قال له اتفضل روح البيت. انا فاكر فيلم اسمه شمت بتاع جاك نيكلسون عن الريتايرمنت، الفيلم ده اسمه شمت، فيلم رائع. نيجي ايه البروبلمز اوف اولد ايج؟ سته، في سته بروبلمز في الورك. الواحد لما بيكبر بيبقى في العمل ابطا لكن بيبقى مور كيرفل. وطبعا الريتايرمنت بروبلمز، ان لو حصل له ريتايرمنت يبقى لو بيشتغل لسه بطيء لكن مور كيرفل خلاص. وبعدين ريتايرمنت بروبلم، انا افتكر كنت في مطعم وبعدين كان في راجل بيقدم لي الاكل، وراجل كده صح بطيء بس بعنايه شديده، وجاي واد صغير وعاوز يقدم لي بسرعه ويدوقني ومش بوظ لي البدله والكرافته وقع عليها، شيء كارثي. يبقى الكبار في سن بطاء لكن مور كيرفول. طبعا في مشكله تاني لو ما بيشتغلش اللي هو في الريتايرمنت، ديكريزد انترست. طبعا الاهتمامات والهوايات بتاعته بتقل. ليه؟ due to loneliness، ان اصحابه ماتوا هيروح مع مين؟ وبعدين الفيزيكال والسايكولوجيكال تشينجز، لا قادر يمشي كويس ولا سامع، ومين هيوديه النادي؟ في فيزيكال اند سايكولوجيكال تشينجز. طب نمره 3 loneliness due to ايه؟ decreased capacity، انه ليه هو يعني منعزل؟ لانه مش قادر يروح النادي، مش قادر يروح القهوه، في decreased capacity، الموبيليتي قلت، مش شايف كويس، مش سامع كويس. وولاده سابوه، الاوف سبرينجز اللي هم الاطفال او اولاده ليد اندبندنت لايف، قاعدين لوحده. يبقى دي ثالث مشكله. طيب رابع مشكله ان هو بيبقى suspicious and hypochondriac، ودي معناها الشك ووسواس المرض. وخد بالك بقى ليه سموه hypochondriac، غالبا الشخص الكبير في السن يقول لك الحته دي وجعاني، الحته دي وجعاني، اللي هي تحت الضروع الكوندريا، فيسموه الهايبوكوندريام الحته دي في الاناتومي. فعشان كده يسموا الشخص هايبوكوندرياك، يعني الحته دي وجعاني، الحته دي وجعاني، وشكاك. دي ثالث رابع مشكله. كومبلينز، بس لما تيجي تفحصه ما فيش اورجانيك ايفيدنس. ده على فكره مش معناه انهم مش تعبانين، هم تعبانين، بس زي العربيه لما تقدم ما تقدرش تحط ايدك على خلل معين في السياره، لكن العربيه مش ماشيه كويس، يبقى هو كومبلينز بس لما تدور فين موطن الخلل مش لاقيه. نمره 5 deterioration of personal habits due to decreased mental capacity، يعني ما بقاش ياخد باله، الاقي ناس اللي يجي يحلق دقنه ينسى حته صغيره، مش في هندامه مش مظبوط كويس، ليه مش مركز. ففي deterioration، في تدهور في العادات الشخصية. نمرة 6 تشايلز، الناس الكبار بيبقوا زي الأطفال، حتى كنا نعرف، لأنه زي ما قلنا أنه هو rigid thinking، غير قابل للتفاهم، وdisinhibited، يعني ما لما يطلع في حاجة ما تقدرش توقفه، وده بيؤدي إلى clashes، يعني صدامات مع الفاميلي ومع السوسايتي. دي كانت المشاكل الستة للأولد إيج، مشاكل يا اما بيشتغل او ريتاير، لو بيشتغل بطيء لكن كيرفول، او مشاكل الريتايرمنت، مش قادر يمارس هواياته، اللولينس الانعزاليه لما ثلاثه، انه وسواس المرض suspicious and hypochondriac، تدهور العادات الغذائيه، ونمره 6 انه اصبح كما الطفل وديس انيبيتد. نيجي بقى اخر نوع حاجه اللي هي المانجمنت اوف اولد ايج بروبلمز. طب نتعامل ازاي مع الاولد ايج بروبلمز؟ واحد، لازم نحاول prevention and proper handling of these problems، يعني نمنع البروبلمز دي ونتعامل معها تعامل صحيح. نمنعها مثلا ان هو في الريتايم لو في ورك يشتغل، نخلي فيه شويه انترس، هنشوف دلوقتي. نيجي الريليجيوس فاليو، احنا دول يعني من يعني الايمان فيها راسخ، عندنا قيم دينيه،
وعندنا قيمه العائله الاكستندد فاميليز، فنخلي ده اللاو التشيلدرن الاطفالنا ان هم ياخدوا مسؤوليه towards the old age people، ان احنا نقول لهم لازم خد بالك من جدك، شله وصله، امسك ايده، ساعده، هات له، لازم نعلمهم يعني نغرس فيهم هذه القيم. لان زي ما بقول حضرتك دلوقتي في الشباب الاولي، لو وطفل او طفل ما بتعتنيش بمن هم اكبر سنا، ما تنساش الجمله اللي بتقول على الباغي تدور الدوائر. حضرتك النهارده صغير وفي صحه كويسه، بكره ما انتش كده، الا تفعله النهارده ما تزرعه اليوم اياه تحصده غدا، اللي هتزرعه النهارده هتحصده غدا. فعاوزين نعمل ايه؟ proper religious practice، نفس الناس الكبار دول الممارسات الدينيه دي بتخلي بتقلل مشاكل الشيخوخه، to maintain integrity، السلامه النفسيه. رابع حاجه sustain some goals even if simple، يعني يبقى في شويه اهداف حتى لو كانت بسيطه. انا فاكر مع والدي رحمه الله كنت كل شويه اقول له بص انا عارف انك زهقان، الاسبوع القادم هوصلك المكان ده تروح تزور صديقه، اللي بعد اسبوعين باذن الله هبقى فاضي شويه تعال نروح الشاليه نقعد على البحر. شاف يقعد يسالني احنا امتى هنروح، اقول له فاضل اسبوع، طب فاضل يومين، يبقى في جولز، هنروح لصديق، هنعمل حاجه، وانا سام جولز حتى لو كانت سيمبل. نمره خمسه if possible maintain working، ان الواحد مش ضروري يخرج على المعاش بسن 65، لا لو يقدر يشتغل يشتغل. ليه دي؟ بتعمل حاجتين، اكيوباي تايم بتقتل الوقت، وسوشياليزيشن بيقابل ناس، يبقى مفيش لولينس، هيتحلب مشكله اللولينس وفي نفس الوقت مفيش زهق، الوقت اتقتل. سادس حاجه بريفنت اور مينيمايز الهانديكابينج، يعني منع او الاقلال من الاعاقه بالهيلث كير، وبروفايد سيل سيف انفايرمنت، بيئه آمنة. ودي بقولها برضو ومهمة جدا، البيئة الآمنة دي، انت عارف ان الناس لما بتطعم في العمر بيبقى عندها هشاشة عظم، لان برضو بقولها وبسرعة وعملت حلقة عليها، انه اقصى قوة للعظم بتبقى في سن 35، وبعد كده بيهن العظم، بيحصل كل واحد عنده ديجري من هشاشة العظم بعد كده، طبعا بتتفاوت من شخص لشخص. والناس الكبار دول في نفس الوقت بيبقى الاتزان بتاعه صعب لان الدوره الدماغيه مش مظبوطه والريفلكسز بتاعته بطيئه. فبقول التلات حاجات دول، هشاشه عظم مع امبالانس مع الويك ريفلكسز، بتخلي مع الاعتذار اللي وقع بفوره، يعني ممكن يروح واقع وقعه يحصل له كومبريشنال فراكشر في الفرتبري، او يحصل له ودي حاجه رهيبه ألعن يتكسر الحوض بتاعه، رقد معروف يجي له نمونيا، هذه هي النهايه. فاحنا عاوزين نعمل لهم سيف انفايرمنت، الناس دي عرضه تقع. فانا فاكر والدي رحمه الله قلت لوالدي ان احنا هنشيل كل السجاجيد، لان هم ما بيقدروش يرفعوا رجلهم كويس من على الارض، فيتزحلق في السجاده يقع. الناس دي بتحب تروح التواليت بالليل كتير، يبقى لازم يبقى في اضاءه، ولازم المشوار اللي هيروحه ده يبقى ما فيهوش اي اثاث، فاضي وما فيش اي حاجه توقعه. ايفن لما يدخل المكان ده لازم بنحط الماسك المعدني يمسك فيه، وحتى هو بيستحمى مفيش حاجه اسمها بانيو، بيبقى كابينتس عشان ما يرفعش رجله ويتحط، وعشان ما يتزحلقش بنحط ماتس من المطاط، رابر ماتس عشان الصابون ما يزحلقش الشخص. يعني انا عملت مره مقاله على السيف انفايرمنت للاطفال وللكبار، في حاجه اسمها سيف انفايرمنت. لو في بيتك واحد كبير راعي الاشياء البسيطه اللي انا قلت لك عليها دي، مفيش حواجز بالاساس تعوق انه يمشي، مفيش سجاد، ما ده بالعكس بقى، لو في رخام نحط حاجات بسيطه جدا عشان الرخام بيزحلق وما يبقاش فيه مبلول باي طريقه. وبعدين التوليتات والمقاعد تبقى عاليه، ان هم ما بيقدروش ينزلوا ويطلعوا مسافات طويله. وبعدين في هو بيستحمى يبقى فيه الماسك المعدني ده، ويبقى فيه حاجات تمنع الانزلاق في الـ في الـ في الـ في الكابينتس اللي بيستحمى فيها، واشياء كثيره. انت اي حاجه تحس ان فيها ضرر تعملها، تدي له سيف انفايرمنت. ليه؟ عشان تو بريفنت ومينيمايز الهانديكابينج في الناس دول. انا يعني بكده خلصنا الحمد لله، بأشكركم على حسن انصاتكم، واتمنى اكون افدتكم، والقاكم باذن الله مجددا اذا كان في العمر وقية مع المحاضرات البقية. شكرا.